إذا قبل أيضا أن نستفيض في هذا الحوار مع ضيفي هنا في الاستوديو حول ما يتعلق بقمة الـ20، دعونا ننوه إلى هذا الخبر، حيث تم تنصيب المهندس أحمد عثمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك كرئيس للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعد المهندس أحمد عثمان أول رئيس منتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والمجلس هو أقدم جهة بالعالم تدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في كل العالم من خلال أكثر من 56 فرع للمجلس في جميع الدول، ويهدف أيضا إلى تقديم الدعم الفني لكل دول العالم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير قنوات تمويلية من خلال ربط الجهات ببعض بهدف تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم المختلفة، بالإضافة إلى وجود رأي استشاري بالقوانين المتعلقة بالقطاع في مختلف دول العالم. كما يهدف المجلس الذي يعمل شريكا مع الأمم المتحدة إلى خلق 600 مليون فرصة عمل جديدة في هذا القطاع على مستوى العالم خلال 10 سنوات المقبلة. ويتكون هيكل أعضاء المجلس من أكثر من 5000 عضو هم أكاديميين متخصصين في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وصناع سياسات وممثلين لحكومات ودول مختلفة، إضافة إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة. ويهدف المجلس أيضا إلى وضع استراتيجيات وأبحاث ومبادرات تمويلية لدعم الدول النامية على مستوى العالم، حيث قام المجلس بوضع مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في البرازيل والأرجنتين وبعض دول آسيا من خلال دعم المجلس للثورة الصناعية بكوريا في فترة الثمانينيات. إذن للحديث عن هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا هاتفيا المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مش مهندس، نرحب بك على إكسترا نيوز وبنبارك لحضرتك هذا المنصب، وحضرتك أول عربي وأول مصري تتولى هذا المنصب. أهمية هذا المنصب برأيك وما الذي سيعود على مصر من جراء تولي مصري لهذا المنصب الهام في الأمم المتحدة؟ أولا مساء الخير لحضرتك، أنا بشكرك على المقدمة، والحقيقة ان دي موضوع ان احنا نتولى رئاسه المجلس الدولي للمشروعات الصغيره هو يعني ده حاجه يعني تؤكد مكانه مصر يعني في مجال الصناعات الصغيره والمتوسطه. الحقيقه الـ4 سنوات اللي فاتوا شايف طفره كبيره جدا في دعم هذا القطاع في مصر من خلال مبادرات مختلفه قامت بها جهات عديده في الحكومه المصريه. فشفنا مبادرات لتمويل المشروعات من خلال البنك المركزي، وشفنا مبادرات ايضا من خلال الاستثمار، وزاره التخطيط، وزاره التجاره والصناعه، وطبعا في دعم كامل للشباب احنا شايفينه من خلال اقامه الفعاليات المختلفه زي مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم. فالحقيقه مكانه مصر النهارده بقى لها يعني بقى لنا سمعه جيده في دعم قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه، وان شاء الله الفتره الجايه بقى مع الاهتمام العالمي والزخم اللي بيحصل ده نقدر مصر تستفيد انها تبقى عاصمه لرياده الاعمال والمشروعات الصغيره في العالم العربي بشكل اوسع. طيب باشمهندس، في اهتمام مؤخرا من الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولاحظنا أن الجهاز المعني هنا في مصر يقوم بدعم كبير وينفق ربما المليارات من الجنيهات على هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ما الذي يمكن أن يقدمه هذا المجلس التي توليت أنت حاليا رئاسته إلى مصر من دعم، سواء دعم مادي، دعم نقدي، أو حتى دعم لوجستي؟ والله الحقيقه احنا دعم المجلس بيتم من خلال عده اتجاهات. الاتجاه الاول هو دعم تقني في وضع السياسات والقوانين المختلفه لدعم هذا القطاع وتنشيطه. الشق الثاني برضه ان احنا بنخلق حاليا بالشراكه مع عده جهات او عده جهات تابعه للامم المتحده امكانيه تمويل صناديق استثمار مختلفه في هذا المجال، لان طبعا قطاع رياده الاعمال والصناعات الصغيره يعني تاريخ المفروض هو قاطره التنميه للدول النامية والمتقدمة. احنا شايفين ترند عالمي ان الترند ده او الاتجاه ده هو ان الصناعات الكبيرة بيحصل فيها تقلص، فبالتالي الصناعات الصغيرة او ان الشخص يشتغل عند نفسه او يشتغل يقدر يخلق بزنس صغير ده هيؤدي الى 5 فرص عمل كريمة للشباب المختلفة. فاحنا المجلس هيقدم دعم تقني فني للدول المختلفة ومنها اكيد على راسها مصر، وايضا هيقدم دعم ان نخلق مبادرات تمويليه. والحاجه الثالثه المهمه ان احنا نخلق فرص للشباب المصري اللي عنده مشروعات ان هي هيحصل لها ترويج وتسويق عالمي، وده هيحسن بالتوظيف طبعا ويؤدي الى زياده وتحسن في
الميزان التجاري والناتج القومي المصري. أخيرا باشمهندس، يعني هل حضرتك شايف أن مصر حاليا كمؤهلة كبيئة تشريعية للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟ الحقيقة اللي حصل في السنتين ثلاثة اللي فاتوا في عدة مبادرات وعدة محاولات جيدة جدا من الحكومة لدعم هذا القطاع. احنا شايفين دلوقتي جهة المشروعات الصغيرة في مصر هو مظلة لقطاع المشروعات الصغيرة، وبيتعمل حاليا تشريع جديد، انا عارف انه داخل البرلمان قريب او مجلس النواب لدعم هذا القطاع. شفنا ايضا مبادرات للشباب المختلفه، يعني احنا شايفين دلوقتي صندوق تحرير مصر بالتعاون مع عده جهات عمل مبادره للشباب في المطاعم المتنقله والمتجوله. كمان القطاع كمان محتاج غير بيئه داعمه، محتاج ايضا ان الشباب يقتنع ان هو ده المسار الوحيد اللي هو يعني المسار الجيد ليه ككارير، ان هو يقدر يشتغل يعمل مشروعه ياخد مخاطره. طبعا مش كل الشباب هينجحوا من اول مره، بس المثابره هتؤدي الى ان الشباب دي هيبقى عندها فرص عمل جيده، وفي نفس الوقت كمان هيحصل قيمه مضافه. يعني احنا النهارده مصر بتتولى رئاسه الاتحاد الافريقي، وانا شايف ان السوق الافريقيه سوق واعده للصناعات الطويله المتوسطه المصريه من الناحيه التصديريه، ان يعني احنا في علاقه جيده، وبحكم المكان او التواجد الجغرافي لمصر يبقى لنا يعني فرصة جيدة للتصدير لأفريقيا والعالم العربي كله. نعم، المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شكرا جزيلا لحضرتك، ونبارك لك مرة أخرى على الحصول على رئاسة هذا المجلس الهام. شكرا جزيلا.